المفروض فيما يخص ديوان المحاسبة في تناسق مع جهات الاختصاص الأخرى، في اللي هو النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، هم الاثنين المعنيين باكتمال الحلقة بتاعت المساءلة في الدولة، بالإضافة إلى البرلمان. هذه الحلقة إن لم تكتمل وإن لم تكن لها استراتيجية واضحة وإن لم تكن تشتغل وفق إطار مهني وقانوني قوي جدا، وتأخذ بالحسبان أن لها رؤية في مجموعة الملاحظات والتقارير اللي تصدر من ديوان المحاسبة وتعرف كيف تتعامل معها، الله ديوان المحاسبة حيكون دوره أنه هو يرصد الملاحظة، وأكبر شيء يديره أنه إذا كان شاف فيه انحراف كبير في المؤسسة يحط يد عليها ويمارس عليها مراقبة مصاحبة، أو أنه يدير إيقاف، وحتى الإيقاف معطيه لها المشرع بمدة محدودة، يعني 3 شهور وخلاص، ويجب أنه يفعل. لأن مرة عندنا حالات لقينا فيه حالات فساد كبيرة جدا، وديوان محاسبة صدر قرارات إيقاف بعده 3 شهور، بعد ثلاث شهور ردوا للوظائف متاعهم. حتى في بعض الجهات لقينا عندنا انحراف جدا في الإنفاق وصار عليهم وضع يد أو مراجعة مصاحبة، وبعد المراجعة المصاحبة لها مدة معينة ويجب أنك أنت ترفع يدك عليها. فديوان المحاسبة ما عندهش الصلاحية الكاملة، ولكن في نفس الوقت هو ملزم أخلاقيا أنه يضع المجتمع في الصورة، وأنه هو يعطيه التقرير، وأنه هو يشرح للوضع المالي. طيب. التقرير اللي طلع حاليا تمام. التقرير اللي طلع من بثقات منه، أنا شخصي لأني أنا كنت في اللجنة العليا في الخطة التشغيلية اللي فاتت، طلعت منه التقرير هذا مش أقل من 170 قضية موتين ملفات محولين للنائب العام، وجزء منه الرقابة الإدارية. يعني قاعدين تشتغل عليه اللجنة وفي المرحلة النهائية يعني.